أكدت وزارة الداخلية أن أهالي المطرية نجحوا في القبض على الإخواني مالك المنزل الذي شهد وقوع انفجارات بداخله، وذلك أثناء محاولته للهرب. بالفحص تبين انفجار 3 عبوات ناسفة. أضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تركيب وإعداد المواد المتفجرة، و7 عبوات بالمفجر معدل الاستخدام و10 عبوات بدون مفجر، بالإضافة لقطع من أسلحة نارية خرطوش، وأيضا 216 طلقة و276 طلقة خرطوش، ومجموعة من بطاريات الهواتف المحمولة. تفاصيل أكتر بينضم لي على الهاتف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام. سيادة اللواء، برحب بحضرتك وتفاصيل أكتر. تحياتي سيادة اللواء، اتفضل. أهلا وسهلا بيك. هو بلغ صباح اليوم حوالي ساعة من الأجهزة الأمنية بوقوع انفجار في احد الشقق السكنيه في عقار في المطريه. على الفور انتقلت الاجهزه الامنيه وخبراء المفرقعات ورجال الحمايه المدنيه. الحاجه الجميله والرائعه ان لما انتقلت قوات الامن تبين ان المواطنين والاهالي القاطنين في ذات العقار قاموا بالتحفظ على المتهم في هذه الواقعه اللي هو المدعو جمعه، وألقوا القبض عليه. من الفحص والتفتيش الشقة ضبط عدد كبير جدا من المواد المتفجرة والعبوات اللي هي كانت معدة للاستخدام، وكمية كبيرة من الطلقات النارية، وأيضا كمية كبيرة من طلقات الخرطوش، وثلاث قطع أسلحة نارية خرطوش. المتهم أقر بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقال إن هو بيجهز هذه العبوات لاستخدامها في ارتكاب حوادث إرهابية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة، وبتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال الفحص والوقوف على خلفيات وملابسات الحادث. هذا التصرف الرائع من المواطنين، وزارة الداخلية بتقدم لهم الشكر والتحية والتقدير لجهودهم في معاونة أجهزة الأمن اللي هي بتمكنها من مواصلة حربها على كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو أمن الوطن والمواطنين. وصلت الصورة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن.